نعم. فوت علينا بكره. على راحتك اللي يريحك. يا نهار اسود، ودي تمشي زي دي؟ دي راحة. تعالي 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 اقعدي جنبي. تعالي يا رهوان، تعالي رايح فين؟ قال تمشي قال. اقعدي جنبي. يا عبده يا بواب، ستة بيري وعلبة وينجز واربع تجواز كوارع بالبهاريز. حاضر يا بيه. 25 يوم على الحل ما بيهمتش. عيبه ايه يا بنتي؟ انت هتطلعي فيه القطة الفاطسة؟ ده راجل جايز، على الاقل عنده شقة. يابا سباك سباك سباك. وماله سباك؟ راجل كسيب وعنده شقة. يابا ده متجوز وعنده عيلين. يا بنتي عيل اتنين تلاتة أربعة، إنما ده عنده شقة مش متجوزة، فاهمة؟ يا أخي كنت مستنيه جدع، ده اللي اسمه شعبان. ها؟ ده غطس مهبش هيقب لغاية حجته معاه. يا أختي اللي ما قال عليه يبعت كلمة في جواب بنص الفرن. عارفة ما جاش ليه؟ لا هيبعت ولا هيجي، وإن جه هيجي إيد ورا وإيد قدام. الخايب يفضل طول عمره خايب. اسمعي كلام يا بنتي، هو حد طيب يتجوز الايام دي؟ يابا هستناه، ده مقابلك ومكلمك وقايل عليا. ذنبك على جنبك. صباح الخير. اهلا يا عبد الجواد. هلو هلو. شال ارقام جاز؟ نعم. شال ارقام جاز؟ انا رايي هي بتقول ايه؟ بتقول لك تجي لك تاني؟ انت ممكن تيجي تاني في اي وقت. البيت مفتوخ، البيت مفتوخ وانا ابقى مبسوط وانت تبقى مبسوط. اجي البيت مفتوخ، انت تيجي في اي وقت. باي باي باي. شفت الانجليزي بتاعي؟ عظيم، عيني برد عليك. مستورد معلم. الو الو، فريد بي. دفعه العربيات الجديده وصلت يا فندم. بالنسبة للعربية اللي حضرتك حاجزها تقدر تيجي تستلمها في أي وقت النهاردة لو حبيت. طيب أوكي أوكي. أنت خارج؟ ما هستلم العربية الجديدة. طب ما أجي معاك أسوقها لك على الأقل. لا أنا محضر السواق، مالكش دعوة أنت. كلها شقاوة دي غلبان؟ كده. مين اللي بيرقص معنا ريمان ده؟ ها؟ ده فريد بيه الغطريفي، مليونير. اتجوز؟ عازب. ما كنتش عارف تتعرف عليه؟ انت ناسي ان عندنا بنت؟ طب ما البنت اتجوزت، انت جاي تقولي الكلام ده النهارده يوم فرحها؟ فرح الندامة. هو ده عريس كنت تجيبه لها؟ طب خلاص خلاص. على العموم لازم تتعرف عليه، نديله البنت التانية. البنت التانية عندها 9 سنين. وماله استناها؟ عجبك الدوشة دي؟ بتهيألي قلقاكي مش عارفة تنامي. بس المخدة مريحاني. طب ما تيجي ناخد المخدة ونروح. مش كده؟ يلا حلو. تعلن شركة منصور شيفورلي عن وصول أول دفعة من سيارات شيفورلي سايتيشن،
وقد كان أول المسلمين السيد الغطريفي. يا زينة يا زينة. إيه؟ تعال شوف يا أوائل. إيه؟ بصي كده، مش ده شبه شعبان؟ شعبان مين؟ مين اللي هجيب شعبان في التلفزيون؟ ده هو فعلا هو. وعلى السادة الحاجزين التقدم لاستلام سياراتهم من معرض الشركة شارع جامعة الدول العربية المهندسين. هو ايه انت كمان؟ ده راكب العربية اللي اشتغلها، عربية بالشيء الفلاني. يابا ده شعبان. يا بنت بلاش تخاريف امار. بقى هو هيركب عربية زي دي؟ ده اللي زي ده يركب قمار. اللي يركب عربية زي دي الناس المتاخن بتوع الاستثمار. ده انا هغلط في شعبان؟ ليه لا؟ هو كان من بيت اهلك. يوه يخلق مش شبه 40؟ لا بقى، شعبان. انا متأكدة. هم تيكا تيكا هم، هم تيكا تيكا هم. من فضلك. ايوه هنا بس مشغول النهارده. يعني ايه؟ يعني فرصه تانية. فرصة تانية ايه؟ ده انا جاي له من اخر الدنيا ولازم اقابله النهارده ضروري. انا مالي، خشي. افندم، هو عبد المغفل ما قالكيش مش عايزين النهارده ولا عايز يسترزق وبس؟ دري يا ست انت، وانا جاي اشحت منكم ولا جاي اغسل لكم الغسيل؟ لا العفو، انت ارفع من ذلك. يو يا ست من فضلك. هو ايه في ايه الدوشه دي؟ زينة، يعني انت مظبوط. زينة خش يا مسيد. امرك يا بيه. تعالي يا زينة تعالي. كلهم ما كانوش مصدقين ان اللي شافوه في التلفزيون هو انت يا شعبان، لكن قلب المؤمن دليل. انا كنت متاكده ان اللي شفته بعناية في التلفزيون هو انت. ايوه انا يا زينه. وايه الحكايه؟ ايه اللي حصل؟ كنا فين وبقينا فين؟ اصل انا ما قلتلكش ايه الحكايه. انت ما قلتليش غير على حاجه واحده بس، انك نازل مصر تدور على شغل. ايوه ما انا هقول. تعالي بس تعالي تعالي، انا هقول. تعالي يا زينه تعالي تعالي، اقعدي هنا. لقيت شغل يا شعبان؟ ايه؟ طبعا. امال ايه؟ لقيت شغلة ايه العظيمة اللي انت لقيتها دي؟ شغلة ايه اللي تخليك تعيش في القبهة دي ما بين يوم وليلة؟ اوعى تقول لي انك لقيت خاتم سليمان ولا ورثت خالك اللي مات في اسطنبول. اصل عصر الحواديت ده انتهى. حواديت ايه يا زينب؟ وخيال ايه؟ ده انا اللي حصل لي اقرب من الخيال. اني جالي عبد ال على مو مش وقته، وانا هبقول لك بعدين يا زينه. تقول لي ايه؟ تقول لي ايه وتعد لي ايه؟ انت يا فندم بكل اسف سرقت لك سريقه. ايه يا زينه؟ وانا كنت حرام ولا كنت حرام؟ خلاص بلاش، تبقى اختلست لك اختلاسه. اختلس من مين؟ من الاصلاح الزراعي؟ اختلس منه ايه؟ شويه برسيم؟ ده انا بصرفه في الجمعه قد ما زنيت الاصلاح الزراعي بثلاث اشهر. طب فهمني لما انت ما انتش مختلس، ولما انت ما انتش سارق لك سريقه، ولما انت بتكسب بالحلال قوي كده، ايه العيشه المفنجره اللي انت عايشها دي؟ ها؟ لما انت عايش بالحلال ما جتليش البلد ليه يا شعبان؟ 100 سؤال يا شعبان مش لاقيه لهم جواب. ما انا كنت جايلك، بس ماني هقول لك. انا كنت هجيلك، بس اللي حصل بقى ان ربنا فتح علي وان ما تيجي بقى يا حبوبي. فربنا فتح علي، ربنا فتح عليا قوي قوي قوي، ربنا فتح عليا قوي، وانا كنت جايلك بس اللي حشني. مش في صوت جاي من جوه؟ ما في صوت. بس ما انا هقول لك الصوت ده جاي من ايه. الصوت ده جاي يا زينب لان انت عارفه القاهره مزدحمه بالسكان، والفيلا في مصر كل فيلا جنب الفيلا الثانيه، فتلاقي الفيلا ملزقه ببعض، وبالتالي الاصوات تتداخل في بعض، فتبقى قاعده كده تلاقي الصوت جاي لك وانت قاعد. فالصوت بقى، انت عارف احنا كام؟ انت عارف يا زينب احنا 43 مليون. 43 مليون نسمه، يعني 412 طفل في الدقيقه. 6112 طفل في الساعه، 72,000 طفل بيتولدوا في اليوم.
فتقومي تقولي لي إيه. فانا كنت جاي لك، انما اللي حاشني حقيقي يعني، اللي حاشني يا زينب ان 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 انني كنت يعني يعني واخد بال حضرتك. يلا يا حلو تعالى بقى. الكثافه السكانيه يا زينب بتخلي الناس تهج يعني، شوفي بتقول لك يلا يا حلو تعالى بقى، لان الزحمه تخلي الناس تقول يلا يا حلو تعالى بقى من كتر الزحمه. يعني هو دلوقتي يعني مش الصوت ده جاي من جوه؟ لا ده جاي من الزحمه، جاي من يلا يا حلو تعالى بقى، لان الناس بتبقى هجه ببعض وزحمه ببعض فتقول يلا يا حلو تعالى. 412 مليون طفل في الدقيقه يا زينب. انا كنت جاي لك يا زينب، انما اللي حاشني حقيقي يعني. يا روح قلبي من جوه، ما بقولك يا روح قلبي من جوه، لان الكثافه السكانيه من جوه منين بقى؟ لان الناس زحمه، ففي ناس قاعده في حتت جوه قوي، فهم الناس عايزين يهجوا من الاكلان اللي هم فيه. امك يقول لك يلا يا حلو تعالى بقى. 412 طفل في الدقيقه يا زين. الاكلان يخلي الواحد يقول يلا من جوه كده؟ يلا من جوه تعالى بقى. شعبان. نعم. ايه السر اللي انت مخبيه عليا يا شعبان؟ انت عايش عيشه غريبه قوي يا اخي. اهدى، ده انت عايش عيشه زي اللي بيقولوا عليها ليلى حمرا. حمرة ايه وخضرة ايه يا زينة؟ ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده؟ عيب، انا مش بتاع الحاجات دي، وانا لا اسمح مطلقا. ايه الحكاية؟ ايه التأخير ده كله؟ دي اصلها يعني اصل العيال لما بيتولدوا بيفوروا على طول، فتلاقي جسمها فاير مع ان هي مولودة دلوقتي، يعني مولودة في ساعتها، فدي كثافة سكانية يعني. فيا زينب انا عايز اقول لك على حاجة، انا مش عايزك تسيئي الظن بيا مطلقا. لأن ايه الحكاية؟ مش عايز تيجي ولا ايه؟ دي لسه موجوده دلوقتي اهو، لان حتى تلاقيها لابسه البافيتا بتاعتها، هي بتبقى بيضه فالعيال بس هم بقى جسمهم فاهم من كثافه السكر. 412 الف. تمشي يا شعبان، مليون عين. انت في حياتك زين، ما انا ده كل اللي كثافه السكانيه يا زين. سيبها تمشي وتيجي بقى، دي القعده من غيرك مالهاش طعم. شوف، مش هما بيقولوا ان احنا 40 مليون؟ لا، احنا كلنا 20 مليون، وانتي ال 20 مليون التانيين، فكثافه سكانيه يعني. شعبان، البني ادم اللي كنت اعرفه خلاص انتهى، خليك انت في عيشتك الفارغه وبقابلني، وخدها مني كلمه حكمه من فات قديم وتاه يا شعبان. زين تعالى انا هقول لك، اصل كل دي كثافه سكانيه يا زين.
تولي على ثروتي وافضل ساكت. ايوه بس ده خطورة عشان انا خطورة ولا حاجة، انا داخل باسم تاني غير اسمي. المهم هعمل ايه دلوقتي؟ تروح لاهلك وقرايبك يدلوك ازاي ده حصل ويشوفوا لك طريقة. اهلي وقرايبي كلهم عارفين يا يسري اني مت، ما اكيدش ان اي حد تاني غيرك يعرف ان الحي موجود هنا. عندك حق يا فريد. المهم اللي طلبه منك انك تدلني على اللي استولى على ثروتي. خلاص اديت. لازم تبقى الحياه معنا يا عبد الجواد، عايز اعمل مشروع مفيد يفيد الناس وانا كمان استفيد. عين العقل، برافو عليك، خدتها من على لساني. انا لسه كنت هقول لك. طب ما احنا لسه فيها اهو. المشاريع على قفا مني شيء. طب قول لي اعمل ايه؟ نعبي ميه في ازايز ونحط عليها اجسام وشويه اعلانات في التلفزيون، شويه بنات حلوين يطلعوا يقولوا هذه المياه المعدنيه من شيلي، المياه الصحيه التي تنعشك وتقويك وتحافظ على الروابط الاسريه. ميه ايه يا راجل انت اللي هتحافظ على الروابط الاسريه؟ طب ما تيجي بقى نبيع بالمره الهوا في اكياس نايلون عشان يحافظ على الروابط الاخويه. يا عبد الجواد، يا عبد الجواد، انا عايز مشروع عليه القيمه. يا فريد بيه، الناس بتلعب بالبيضة والحجر وبتكسب ملايين. يعني عندك اللي انتهز فرصة أزمة الفلفل الأسود، عارف عمل إيه؟ وأنا مش عرفت، وأنا كان أبويا عطار. تراب الفرن طحنه بشوية شطة وعبي يا جدع في أكياس الفلفل الأسود وبيع. عمل في سنتين 2 مليون جنيه من تراب الفرن. واحد تاني قعد يأكلنا بلوبيف مستورد اللي بيوكلوه في بلاد بره للكلاب. واحنا ما صدقنا، نزلنا عليه حتتك بتتك. حتتك بتتك على اكل الكلاب؟ ترى العالم ماشيه سهرانه في الشوارع. على بال ما اكتشفوا الحكايه ووقفوا الاستيراد كان اخينا عمل له 3 مليون جنيه. ولا شاي ابو نشاره، ولا السوداني المحروق اللي كان بيتباع على انه بن. يا عبد الجواد، يا عبد الجواد، والناس ما عندهمش ضمير. بقول لك عايز مشروع محترم، تقول لي كلاب وتراب الفرن. خلاص خلاص اللي تشوفه افكر لك. طب اسمع يا عبد الجواد. نعم. ما تيجي نعمل عمارات سكنيه وهالناس تسكن وتفرج ازمه المساكن. اذا خدت خلو هتروح في داهيه، واذا ما خدتش مش هتغطي التجاريب. وانت دايما تعادها في وشي. طب اسمع، ما تيجي نعمل مشروع سياحي، السياحه حلوه برضه. برافو، اهو ده المشروع ولا بلاش؟ انا هدور لك على مكان سياحي ينفع لوكاندا. اهي دي الافكار النيرة، مش كده؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. حضرتك مستني تاكسي هنا؟ حضرتك مين؟ انت تعرفني كويس قوي ومع ذلك ما تعرفنيش. حلوة، خشبة حبشي. ها؟ الحكاية جد مش هزار. اصل مين فينا اللي بيهزر؟ حضرتك دخلت هنا ازاي؟ وعايز ايه؟ طب مش تسأل الأول تعرفني ازاي وما تعرفنيش؟ حضرتك مين؟ لا مؤاخذة يعني. أنا فريد الغطريفي. نعم. فريد الغطريفي مين؟ فريد الغطريفي ابن الغطريفي بيه اللي حضرتك منتحل شخصيته. هو حضرتك عبيط ولا شكلك كده؟ هي دي الحقيقة. وفجأة وأنا في أوروبا بالحركة الوضيعة اللي عملتها عشان تلهف ثروة أبويا بعد ما شركائك أوهموك إني مت. إيه رايح فين؟ لا ولا حاجة، بس هكلم واحد صاحبي اسمه عبد الجواد هو واخواته. لا 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 لا، الموضوع ده يهمني انا وانت. انت اللي استوليت على ثروة ابويا، فالحساب يبقى بيني وبينك انت. ابوك مين؟ انا فريد الغطريفي. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز ايه؟ عايز الفلوس، 6 مليون جنيه. طيب ثانية واحدة، اروح اعبهم لك في الشنطة واجيبهم لك. ولا اقول لك، اسمع، انا اكلم عبد الجواد عشان برضه يجيب الفلوس بتاعته ونعبيهم في شنط وتشيل. شوف اسمع، انا مش عايز طريقه، انا هكون عملي معاك.
ثروه ابويا كامله انا مش عايزها، وبدل ما نخش في تحقيق ونيابه انا يكفيني مليون جنيه والباقي حلال عشان. لا ما بدهاش بقى. ايه هتكلم مين؟ هتكلم البوليس يجي يحكم ما بينه وبينه. حقيقي اللي اختشوا ماتوا. انا برضو اللي اختشوا ماتوا. انت نصاب بس نصاب عبيط. لو كنت انت فريد الغطريفي زي ما بتقول ما كنتش طلبت مليون جنيه بس، انما اتضح انك انت عبيط جديد في الصنعه. يعني مش عايز تتفاهم بالسوق. يا ابني انا فريد الغطريفي ابن الغطريف الله يرحمه، مفيش قوه في الدنيا تثبت عكس كده. تيجي انت بمنتهى البساطه و اتفضل مع السلامه بدل ما جاب لك البوليس هو اللي خرجك كده. انا ماشي مديك 24 ساعه تفكر، اذا ما كنتش هتعقل انا هعقلك. انا هدفعك الثمن غالي، هخليك تندم طول حياتك. ومفيش سلام عليكم. السلام عليكم. فيش عليكم السلام. عقبال عوضك ان شاء الله. عقبال عندكم جميعا. عقبال عندكم كلكم. في واحدة يوم خطوبتها يبقى التكشير على وشها كده شبريك. ما انا مبتسمة اهو ياما. يمكن كنت مستنية المنايل على عيني العمر كله. ما خلاص ياما وافقت لكم على العريس المداح والبتاح، كل لازم تقعدي تبكتيني بقى. طب اتفضلي. عاوزين نقول مبروك بقى. اقرا الاول يا عبد الجواد. تقرا ايه؟ امضي وبعدين تبقى تقرا. ده مشروع العمر. لا اصول برضه الواحد يقرا احسن الاول. انا اقرا الاول. البائع. البائع. ايه ده يا عبد الجواد؟ 300,000 جنيه عند التوقيع؟ مش كتير؟ كتير ازاي؟ ربع المبلغ عند التوقيع. انا العمليه دي مش مطمن لها. شكلها كده نصبه. وصاحب البيت شات ونصاب. وانت كمان نصاب. قول انت هو من هنا. يلا يا حبيبي. يلا يا اخويا معلش مفيش شاي كمان. قوم انت هو من هنا. قوم يا حرامية. يلا يا حبيبي انت بتنح ليه؟ يلا يا اخويا. يلا ما تنحش معايا. انت رايح فين؟ ما تنحش. يلا اتفضلوا مع السلامة. يلا مستنيين ايه؟ الأستاذ فريد الغطريفي. أنا فريد الغطريفي. حضرتك الأستاذ فريد الغطريفي؟ أيوه أنا الأستاذ فريد الغطريفي. طب اتفضل معانا حضرتك. اتفضل معاكم فين خير؟ معايا امر بالقبض عليه. بالقبض عليا انا؟ ليه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. متهم ايه انت راخ؟ استنى لما اشوف ايه الحكايه. في ايه يا حضرتك؟ هتعرف كل حاجه في النيابه. نيابه؟ نيابه ايه؟ لو سمحت اتفضل معانا. نيابه ايه يا عبد الجواد؟ انت ما بتشربش حاجه ساعه ليه طيب؟ نيابه حاضر عن المتهم. يا سيدي استنى لما اشوف المصيبه الاول وبعدين بقول. محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. اتفضل. حضرتك الاستاذ فريد الغطريفي؟ ايوه طبعا فريد الغطريفي. افتح المحضر. معاك بطاقه؟ طبعا معايا بطاقه. ما همشي من غير بطاقه يعني. وبالاطلاع على البطاقه اتضح انه المطلوب فعلا هو اسمه فريد ابراهيم الغطريفي، مواليد الإسكندرية قسم محرم بيه. وعلى هذا الأساس قررنا حبسه 4 أيام لحين. حبس 4 أيام؟ حبس 4 أيام ده إيه؟ يعني كده هو اللي إحم ولا دستور؟ مش هعرف إيه الحكاية الأول. جرايه فريد 9 سنين نسيكوا اللي عملته ولا فاكرنا إحنا نسينا؟ الله. تنسوا إيه وأنسى إيه يعني؟ أنا مش فاهم حاجة. في حكم غيابي صادر ضدك بالإعدام. إعدام؟
ادم. ادم ادم اللي هو يعني اللي تحب افكرك الحكم ده كان ليه ولا افتكرت؟ الرقاصه اللي قتلتها نوال. نوال. انا قتلت نوال. نوال مين؟ نوال مين؟ واعدام هي بيه؟ انا محمد عز المحامي حاضر على المتهم. يا عم في عرض جاه النبي تتنيل وتسكت. بقول لك اعدام ورقاصه تقول لي متهم؟ بتعمل ايه بيه؟ افندم خدها شويش على الحجز. يا ابني خدنا على فين؟ حجز ايه؟ اتفضل قدام. اوعى ما تقول له حاجه يا بيه احسن يصدق ان هو اتفضل ما تقول حاجه. محمد عز المحامي حاضر على المنتج. خد دخلك على اخوك وده اللي انت فارق فيه. محمد عز المحامي هيشتغلوا ده اللي الشرب حبابي عبد الجواد. امشي يا شيخ. احنا ما عليناش حاجه بالمره. احنا بعيد عن كل شبهه. لازم اعصابكم تبقى زي الحديد والا هنروح في داهيه كلنا. احنا ما عملناش حاجه واحنا مالنا؟ انتوا بتخرفوا شعبان زلقه نفسه هيروح فيها. شبلق علينا شعبان ايه يا معوري؟ شعبان انتهى من الوجود خالص. واللي اتقبض عليه فريد كل الاوراق بتثبت كده. اه مظبوط. الثبات مطلوب. انا شخصيا هروح له الحبس عشان اخبر اعصابه. فريد قريبنا لازم نقف جنبه في الورطه اللي هو فيها. ما تيجي تاكل احسن. ايه؟ ايه؟ تاكل؟ انا مكسوف. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان. الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب. يا اخي اربط الحمار. مطلع ما يقص واحد. يعني جريه في غش الناس ومعاكسة الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمره حلف على الشغلانه ده. انت بترفق في ايه مقطوع؟ اربه. انا برضك اربه. طيب يا مراد خال الله يسامحك. تقولي على نعمه ربنا. اربه. يا اخويا. معلش يا خال. معلش ما تزعلش مني. بكره هبقى كويس قوي. اوعى تزهق. بكره تنفخر ان ليك ابن اخت زي. هتنفخر بيا اخي ما اتخرج. ولا شغالك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا عايز ايه؟ انا الفرجاني بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرون العربيه. يجرون العربيه ايه يا بيت؟ هشتغل حمار. حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني. هو عايز واحد يمشي معاه يساعده في بيع الخضار. اذا كان كده معلش شغلانه حلوه خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح. خلك يبقى ياخدك يوديك الفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح وما بتفز من هنا. قوم. امك الخاب الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوحه يا مراد خال. ونعمه ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعه ساعات على نار. انا بقول لك اهو قوم فيز انت اهو. قوم يا خال انت كمان. يا فوطه يا مجنونه يا فوطه. فوطه ايه يا ابني؟ اسمها قوطه مش فوطه. قوطه ايه؟ هي بلدنا اسمها طماطم لكن هنا اسمها قوطه. خلاص انت حر قوطة قوطة. يا مجنونة يا بنت المجنونة يا قوطة. هي مجنونة بس مش بنت المجنونة ولا حاجة. طب بقول لك ايه؟ بدمها مجنونة كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. يخرب عقلك دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني بإذن الله. أنا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يعني فرجان. عينيا الاتنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجاني ما تتحركش. وعندنا كوسي حلوة قوي. شوف الكوسية عاملة ازاي تنفع للأطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخدوا محشي معاها يرم العظم. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوفوا الكساءه عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. هو كده حلو معانا يا سحسنين وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجاني. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره. وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت او بالمره تتعشى معانا. الله ربنا يكرمك يا عم فرجاني. طيب. الله ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هتجريها ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع اللي هناك. كوبايه الشاي تقيله يا ولا. احسن واحد دماغه تقلب حبتين.
السح اللح تفوه، شيلوا الواد من ابوه، السح اللح تفوه، شيلوا الواد من ابوه. انت اخينا اخينا هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش يابا. يا ترى ايه اللي أخره؟ ايه ده؟ لما حتة نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط، ايه اللي فك؟ يا حمار يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه فين الحمار؟ قال هو ما جاش هنا. هنا فين؟ هنا في البيت. بتمني يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش، هو تليه بيقضي مصلحه وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ وانا مالي؟ لما يجي بساله. اساله؟ ده انا هروح في شدة داهيه. يا ولا ولا محمد يا صاحبي. بس يا ولا بتقول بس اسكت انت. هي بلد ما فيهاش حكومه ولا ما فيهاش حكومه؟ بس يا ولا ولا انت عايزين تعشوني يعني؟ اوعى تجيب حاجه فيكم. يا خال. مفيش يا خال، اسمع الكلام يا حسنين يا ابني. احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني افهمني، لقمه العيش هنا صعبه، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمه سهله. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزاده شويه كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ اتفضل يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراق بدل الحكومه بتصرف المصاريف الجامده دي. بقول لك ايه؟ خد يا حسنين دول ومواصل موقف التاكسي الاجره وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال زي بعضه. هات ياسين انت ما صدق. الاجره يا فنديه. طب ما نوصل بالسلامه يا اخينا. ادفع الاجره يا اخينا قبل ما نوصل، البنزين يغلى. دفعت الاجره مضاعف. قال انا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زي الناس. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. امال انا بطلب الاجره مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا القوانطه دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا اخويا انزل. اديني هنزل يا اخويا ما تسوق. اديني افتح لي الصخمطه دي وحياتك. بتفتح من ايه؟ يلا يا اخويا روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي امشي. جاب الناس الشروكه بقى، ان شاء الله يطلع لك فار بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. طب ده الميه انت واللي يعرفك لما تبقى تتقعر تحت منك. اصحى، ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. هو مش ده بيت ربنا؟ قالي معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين، اصحى احسن افرشك بره. حاضر طب يلا قوم بره بقى، يلا بره. روح انت يا سيدنا، انا مش هخليه ينام هنا. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. ما تيجي معايا وانا انيمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا اخويا بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انام نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي الناس لبعضيها. قوم.
ولا معننة؟ 100 فل و10. ايه ده؟ ده واد لقطة يجي منه تمام. مقطوع من شجرة واقع من على النخلة وحالته أنفشة وشكله أنشطة. طب ما جهزتوش ليه؟ إن شاء الله. بس ما نجوه شوية والصباح رباح. ماشي. يلا يا سو 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 سكر. أنت بتتكلم كده ليه؟ لا مؤاخذة، أصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل أنت. مؤاخذة يا معنانة. سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس كمان. ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا نبي. يا سي حسسانين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما بقولها لك بقول يعني مش معقول امك سمتك الغبي. بقول يعني احنا في السجن احسن. خليل حمار الغبي الغبي يا حسسانين. انا بالمؤاخذه الواد ده بيدوله شهاده. شهاده؟ شهاده ايه بقى؟ شهاده هياكل منها ذهب. انا مش فاهم. بيعملوا له عاهه انتكت. انتكت؟ انتكت ايه؟ غزق عين هياكله الشهد. غزق عين هياكله شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عهاتهم. من عرق عهاتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم. يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطن. اجيبه هنا نديله الشهاده الملائمه اللي تلائمه ويبقى طاقه القدر اتفتحت له. راح فين؟ انا هزور الست ام هاشم وسيدنا الحسين واتكل على الله اخذوا الحلزوني واروح بلدنا. روح؟ ايوه هروح. تروح؟ اصل انا طول عمري فقري وكنت يعني فاشل في الكتاتيب والمدارس، فما كنتش بروح يعني ما بحبش انا مش عايز شهادات. انا مدخول الحمام زي خروجه انا. يا انت احنا هندي لك لصنص مره واحده. يا سيدي انا مش عايز، انا فرحان انني جاهل، انا مش عايز شهادات. هات اسمع كلامي يا هلا. اللي هيجوعك دلوقتي هتاكل بيه مرقرون بعدين، عارف مرقرون؟ اسمع كلامي، محدش هيعرف يكلمك بعد كده. يا سيدي انا لا عايز اكلم حد ولا حد يكلمني. هو دي ده حاجه يعني. انا مش عايز اكلم حد، انا مش عايز شهادات يا سيدي. انا يتيم وامي ميته بقالهاش كام يوم، سيبوني اروح. العمليه كام يا غبي؟ 156. قطع الرجل. هاتوا لي رجلي اروح فيكم في داهيه. انا عايز رجلي. الحقيني يما، الحقوني، انا عايز رجلي. هاتولي رجلي لاروح بيكم في داهيه. بس يا جماعه انت هو. اهلا سي جمعه. بتعملوا له ايه ده؟ بنعمل له 156. مين اللي قال كده؟ ده انا طرطور بقى، ده انا مش موجود، ده راحت المراكز. هو انا عيال هنا علقها؟ ده انا شاع. ما احنا بنعرف نتصرف يا معنانة. مفيش معنانة، ده انا دكتور جمعة، ومئة مرة قلت محدش يتصرف من غيري. واذا كان مش عاجبه سي سيد هاموش بتاعكو ده، انا 100 مؤسسة تتمناني. في ايه يا استاذ؟ ايه يا هاموش؟ ايه يا سيد هاموش؟
خلاص مفيش استعبار للدكتور؟ ازاي هتكسروا رجل اللوح ده من غير ما شرطي؟ فيه لوح رجله تتكسر برضه يا بهايم؟ ما انت غايب بقالك كام يوم يا استاذ. انا اغيب زي ما انا عايز يا هموش. انا ما بغيب ما بغيبش كده يا انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعبة عيال. طب خلاص خلاص انت استاذني بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه. سيبوه دلوقتي. انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية. استاذ النماذج تقف قدامي كويس. اقعد اديني نظرة شمال. اديها لك في ايه؟ اديني نظرة شمال. اديها لي شمال هناك. تعالي لف لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز تعمل ايه؟ لف لفتين. وريني. شكله مش بطال كويس. ده هتعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني ما تخافش، انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا هنعمل فيك اي حاجه ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكره انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحمه عزيز قوم زل. هو ده نظام ارحمه. ارحمه عزيز قوم زل. واقف على ناصية برنس، واقف في شموخ، راسك فوق. ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك. مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسة. انا اقول لك كده، مادد ايدك كده وثق. هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ميقولهم ده ابن ناس، ده من عيلة، ده متعصل. وبدل ما يدولك شلن هيدولك 10. براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا هجز كبير قوي في الاماكن الشيك. قال ايه؟ وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكنة. يعني شحات بيشحت من شحات. انا عمري ما شفت شحات لابس كده. ما تقطعوني الزكتة دي. اخرف خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت تتكلم خالص. طيب حاضر. طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو اغنيها حلو قوي. نعم جايبك تغني؟ انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفتة وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفتة. خلاص مش عايزك تتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. الهي ربنا يكرمك. الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. الهي يا رب. اهلا اهلا اهلا. الهي ربنا يكرمك يا شيخ. الهي ربنا يكرمك. الهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النضاره واقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوه، طار ما طارش الجنيه هيوصل حالا.
الله يا ربنا يكرمكم. الله يا سيدي الجنيه اهو، واد ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوة، انت شوف شغلك، انت بلاش لماضة، مفيش اثناء العمل بوس. الله يا رب ربنا يكرمكم. الله يا رب، ما تجيب حاجة، مش شايفاني عاجز؟ ما تجيب حاجة لله. الله يا ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا انت فاهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفتوا ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي؟ ده انتوا ولاد جنيه. احنا اللي ولاد جنية، عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني، ده نجاح باهر للشخصية، ده سوكسيه، البركة في النضارة. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها تي؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاطع ميت ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف، تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. فوق فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبة روح امك، احنا ورانا مصاريف جامدة اوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير اوي. ايوه، عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير ادارة الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصية وخلافه، نهاية الأول. أنت هنا عبد المأمور، تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا. تاخد لك نفس؟ لا، أتعشى. عشوه. بقول لك إيه؟ على فكرة، تشتغل أكتر تاخد فلوس أكتر. إحنا ناس حقانية، ما نحبش ناكل حق حد أبداً. يعني خدهم قد كده على قلبك، تبدأ الميه لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. يا استاذ يا استاذ. ايه ايه دي؟ ايه الورقه اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه دولار؟ هرر. ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقه دي واديني مصري، انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبه، انت بتشوف ايه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجه الا الفلوس. خد الورقه دي واديني بالمصري، انا قابل منك اي حاجه ان شاء الله اشيل الحد. هدي هدي كويس. شفت وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. انت كده حلوت قوي، نخلع بقى. راجل في الرجال نادر مثالك. يا جلال انت يا جلجل يا اللي يوكل. الواحد معدته بايظه. خيره؟ ما كفاية كده بقى يا أخير. يا روحي، خايفة عليه؟ ما تخافيش، ده نشرب المحيط ورجع الراجل اللي جارك دي عطشان. بس خلاص، تشطيب تشطيب تشطيب. هو مش برضو حداكوا في البيت فيه مشروب؟ بيت. سيجارة. شوف انا مش هكسفك، عارف ليه؟ ليه؟ عشان تبقى تروح بلدكم تقول لهم سيناء جاب خد مني دخان.
إله وانت جاه يا شيخ، ربنا يجبر بخاطرك. حساب حساب، هو انت استكفيته خلاص؟ خلاص يا شطيب، امرك بس لما يجي سيبولكم. ايه النظام؟ نظام ايه؟ انت مستحية مني ولا ايه؟ عبد الله. نعم. تعال شوف الحساب علشان نقفل. الحساب لو سمحت. الحساب؟ ايوه، ما انا ما بس هو بلبل بيه راح فين؟ بلبل مين؟ صاحب اللي كان قاعد معايا، راح يتكلم في التليفون وزمانه جاي. يا خليل. افندم يا مداف. اهلا يا خليل. هو في حد في الكابينه بيتكلم؟ ابدا يا مداف. طب قول للاخ من عناية. ياقوت اثروت عبد الشافي. اهلا وسهلا منورين. شوف الرجاله يشربوا ايه. الحساب. الحساب يوم الحساب. انتوا ما تضحكوش ليه؟ هتدفع الحساب ولا خليهم يشوفوا شغلهم؟ الا انت بتحب الفلوس قوي كده ليه؟ دي معرفة الرجاله ما تتقلش بمال. على العموم سيبولبول بيتكلم في التليفون وهيجي يدفع لكم اللي انتوا عايزينه. الاخ اللي كان معاك خرج من بدري. الاخ اللي كان معايا خرج من بدري. خرج من بدري؟ خرج في خرج يعني ايه يا سي خليل؟ وانا شرفني. شرفك؟ شرفك ازاي؟ هو ده يبقى برضو ده لو كان خرج روحي هتخرج معاه. يا اخ ما تعطلناش، ادفع الحساب وخلصنا. حساب؟ هي الحكايه حكايه حساب؟ حساب ايه؟ امال حكايه ايه يا فالح؟ ده لهف مني تمن المحرات ألوفات. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يعوض عليك. الله يعوض علي؟ الله يعوض عليا؟ ما هو الله يعوض على هو بلبل ده. بلبل مش نصاب. بلبل ده 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 صاحبي. ده 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 حبيبي، ده من البلد بتاعتني، وجاب لي جاب لي جاب لي جاب لي لحمه كباب واكني. وبعدين ده لابس افندي. لابس افندي يبقى حرامي، واكني بسبوسي، وجاب لي حط لي لحمه بالحلاوه الطحينيه. ولابس افندي. بلبل دي مش نصاب. انا 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 بلبل دي نصاب. يا حول الله، الراجل بيهاتي. معلش بقى، اهدي. ماني هذا هو. اني هادي. هو انا قلت حاجه؟ هو ايه العبارة؟ الفلوس راحت فين؟ هو مين سرق مين؟ هو خدهم منك ازاي؟ ده ما كانش عايز ياخدهم، ده انا كنت بتحايل عليها علشان ياخدهم. كنت ببوس ايده علشان يسرق لي. يا بوي، اما انت احمر حموريه. المهم انت معاك الحساب ولا لا؟ حساب؟ حساب ايه؟ حساب ايه؟ بتدور على 20 30 جنيه؟ انتم امال انا اعمل ايه؟ انت واخد مني قفة فلوس. ده مفيش فايده منه، انده للبوليس نتصرف معاه. استنى يا اخينا، هو الحساب كام؟ حساب 40 جنيه. خد. ده انا بقى بيتلملي، ده انا سرقت بحقي وحقيقي. اهدى اهدى، ما يقعش الا الشاطر. شاطر ايه؟ ده انا طلعت اخيه بالخايبين، ده انا اديتهم له بايدي. نفس اللي حصل لي اول ما اتدليت مصر، بس ربنا بقى رزقني بابن الحلال اللي دفع لي الحساب ومنع عني البهدله. طب انت حمار، انا يتنصب عليا ازاي؟ انا يتنصب عليا ازاي؟ ده لسه مش مصدق. مش مصدق؟ لكن هو ما كلمكش حاجه بخصوصي. قال لي انك بتشتكي من الويسكي. ويسكي؟ ويسكي؟ لكن ما جاب لك سيره حاجه تانيه؟ زي ايه؟ زي ايه؟ علشان يعني بعد ما تخلصني في زي ايه بقى؟ ما خلاص ما تقول. انا لا هقول ولا حزين، ده انا طلعت حمار حموريه. طب وهتعمل ايه دلوقتي؟ مش هسيبه، هلف عليه مصر شارع شارع، حاره حاره، زقاق زقاق. يا جدع انت بلاش عبط،
آه أنت فاكر مصر صغيرة ولا هي عزبة ولا هي عزبة؟ واني ورايا ايه؟ ماني خلاص بقيت صايع. أنا من رأيي ما تضيعش وقت، بلغ البوليس وهما يجيبولك من تحت الأرض. لو بلغ صرت هتطلع في الجرانين وأهل البلد يشوفوها واللي ما يشتري يتفرج، غير بقى الحكومة هترحل على البلد. لا لا أنا مش عايز حد يضرب الأهل البلد لحد ما جاب لهم حقهم عن دير مليل. طب مش عايز أي خدمة تاني؟ تشكر، يتردلك في مصيبة يا عمدة. طيب سلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. لكن هو ما جابلكيش أي سيرة بخصوصي؟ سيرة إيه بس؟ طيب طيب هفرجك رجب يطلع مين يا بلبل الكلب. وأمانة يا أخوانا، أمانة عليكم، أمانة ما حد يجيب سيرة للجرانين ولا للحكومة، أحسن لو عرفهم هيرحلوني ومعرفش أخد حقي منه بالمليم. سلام عليكم، سيبوني أدور عليه في هدوء في هدوء. لكن هو ما جابلكيش سيرة أي حاجة بخصوصي؟ السلام عليكم. مين عليك كلام؟ باص. باص سلط. باص أنا شفت معك. إيه؟ 3-9. لا خليهم الدور الجاي. 4 آلاف. صلدك كام؟ يا لطيف. أنا الفلوس يا أستاذ. على إذنكم يا واحد أحباب. ماشي دور. فارق يا عم سيد. ما تفتحوا لنا يا عم. أبدا صبح. خش يا راجل. إيه اللي أنت عامل نفسك ده؟ كنت في حفلة تنكرية. اتفضل اقول انا اذنكم. ايه يا صبحي؟ عملت ايه؟ كله تمام. والمطلوب؟ الحساب 100 ورقة غير اتعابي. يا حرامي. الحل من بعضها معلمة. مين عليك كلام؟ ما تقلبوها مالك وكتابة وانا العب معاكم. اهلا. ازيك؟ وحشاني وحشاني يموت. انا مش عارف من غيرك هعمل ايه. ايدك على 100 جنيه. ايه؟ سمعتيلي كويس. والفلوس اللي خدتها من الراجل خسرتها. بس ده كان مبلغ كبير قوي. عارف. يلا يلا ما ضيعش وقت، يلا عشان نعوض. بلبل يا حبيبي ما دام حظك وحش بلاش تروح، تعال استريح. يا ست ما تضيعيش وقت، هات الفلوس خلصينا. لا مش هدي لك وبطل الحركات بتاعتك دي. انت مش هتبطل الاسطوانه بتاعتك دي؟ وانت مش هتبطل النصب بتاعك ده؟ مش هبطل ومش هبطل خالص ابقى بعد كده. يا دي الحظ المنيل، حتى الراجل اللي بحبه يطلع قمرتي. عيب يا حبيبي عيب. تعال استريح، تعال يا بلبل عشان خاطري. يعني مش هتجيب ال 100 جنيه؟ لا مش هجيب عشان تبطل. طيب يا جلال خليك عارفاه ان وريتك وشي تاني يا جلال. طيب بلبل نبيل. ايه حبيبي؟ لا مش عايز. ايه الحظ المنيل ده يا رب.
انشراح. انت خايف من ايه؟ احنا فين؟ بص وانت تعرف. جهنم دي؟ ده المستوقد اللي بنسوي فيه الفول. بتاكلوا كل المدمس ده؟ ولا بندوق، ده للموعودين يا عم. المدمس للموعودين؟ امال انت بتاكلوا ايه؟ برسيم؟ فضها سيرة. ايه حكايتك؟ اتنصب علي وبقيت يا مولاي كما خلقتني. يا مسكين، وهتعمل ايه؟ مش عارف. انا تعبان، تعبان قوي، نفسي انام. تنام؟ طب ما تنام. فين؟ هين، في المكان اللي انت فيه ده. مين يا انشراح؟ ضيف غريب يابا. اهلا يا ابني. اهلا بك. اتفضل. تشكر يا حاج. قمت ليه يابا؟ ده انت عيان الان، مش عارف هتعمل ايه في الفول بتاع الناس. اطمن، هروح اودي قدري وارجع اودي قدرك. تنزلي البلد مرتين؟ صعب عليك يا بنتي. لقمة العيش يابا ومحدش بياكلها بالسهل. معلش، بكرة تقوم بالسلام. خش انت استريح. براو عليكي وحياه سيد ابراهيم الدسوق، انت اجدع من رجاله كتير. تشكر. وناوي تعمل ايه؟ ناوي اشتغل لحد ما الم تمن المحران. ما هو اللي سرق مني تمن وابور الحرب كتير ولفات. ده انت هتشتغل العمر كله مش هتلم نص الف واحد. الا بقى اذا اشتغلت شغل براني. اشتغل شغل براني؟ اخص على كده. زعلت ليه؟ هو الشغل البراني ده حاجة وحشة لا سمح الله؟ ما كنتش تعرف؟ أبدا. يبقى سماح. تعرفي تقري؟ خفيف خفيف. 109 شارع النهر بالزمالك. تعرف صاحبة الشقة دي؟ واحد بلدياتي يعرفها، هفكرها بيه، يمكن تشوف لي شغلانة. يروحوا له منين المكان اللي مكتوب في الورقة دي؟ الزمالك يا سيدي لما انت بعد كبرى ابو العيله. وكبرى ابو العيله ده يبقى فين؟ قبل كبرى الزمالك. هو انا عرفت كبرى ابو العيله لما هعرف كبرى الزمالك؟ عند كبرى 6 اكتوبر. هي البلد بقت كلها كباري ولا ايه؟ طب اسمع، الصبح تاخد الاتوبيس وتنزل في العتب، وهناك تسال هيدلوك على الاتوبيس اللي رايح الزمالك. صباح رباح بقى انشراح، انا عايز انام. نام. ما اعرفش حد بالاسم ده، لكن هو بعتك ليه؟ ما اعرفش، هو بعتني وهو الخير كتير اهو. فهم، خديه اعتدال ولبسيه دوم سعيد. عينيا ورايا. قبلتي مش كنت تتأكدي منه الاول؟ ما تخافيش يا بنت، ده باين عليه مدهول قوي. امسك. ايه دي؟ اعمل بيها ايه؟ روح دلك رجلين الست شوشو. انت جننتي اعتدال؟ اوه، اعمل اللي بقولك عليه. لان راجل كنت محترم. باين عليك مش هتعمر. على ايه؟ هاتي. بقولك ايه؟ ها؟ ما تعرفيش هم هيدوني كم؟ هتكون مبسوط، روح شوف شغلك. بس دي شغل الستات، ده انا راجل كنت محترم. ما انت عارفه اهو. الله يخرب بيت ابوك يا بلبل. يو ما تقرب يا لتنقرس. استنى، رايح فين؟ اقعد ادعك للجاي يا اختي. ما تدعم Thank you.
علاء قولي لي يا ست شوشو. نعم. لزوم ايه الكاكا اللي انت بتحطها في دماغك دي؟ مش شغلك انت، تشوف شغلك وبس. انت هتضربي حد بالروسيه ولا حاجه؟ دمك خفيف يا مهبل. اروح اشوف مين في الباب. مالكش دعوه انت، شوف شغلك وبس. وزينا شوف مين اللي على الباب يا بيت. ايوه بيصرف على ايه؟ اهلا يا معلم. اهلا بيك معلم عبد الستار يا ابنتي. ازيك يا حلو؟ اهلا عنك يا معلم. تشكر يا ابو زينة. اهلا يا معلم عبد الستار، تعال يا روح. اهلا بيك. مساء الخير يا ست الكل. مساء النور يا حبيبي، اهلا اتفضل. خد ياض. ايه ده؟ امال فين اعتدال؟ موجودة يا اخويا بس في المطبخ، اتفضل استريح يا روحي. لا انا مش هستريح الا مصالح كوثر. كوثر؟ ليه؟ وانتوا زعلانين ولا ايه؟ اصلها واخدة على خاطرها مني الليلة امبارح. لكن عليا النعمة من نعمة ربي، انا النهاردة قلستك. اسم الله. اهي موجودة يا اخويا نايمة في اوضتها، اتفضل خش لها. تشكرك. يبقى قول دستور وانت داخل. ولد في حريم نايم جوه، يمكن فيهم واحدة مش متغطية ولا حاجة. اخرس خالص، يلا خش المطبخ شوف شغلك. وجع. الله، انت بتعمل ايه؟ هتنام قبل ما تتعشى؟ عايزين تعشوني عشوني. خد. انا راح اشتري فساتين وحاجات، اوعى تنام قبل ما اجي. روحي. اتفضلوا تعشوا. راح ياخد مكانه. ان شاء الله ما تعشيتوا. خمسين وحياتك يا حاج الضابط، احنا كنا بنتسلى حتى سالهم. ايوه مظبوط يا مظبوط. تامي بس ايه الزيطه دي؟ انتوا عاملين هوسه ليه؟ هو النهارده في هوسه ليه كده؟ تامي عملتها يا كلب. عملت ايه؟ انتوا بتعملوا عسكر وحراميه. تامي حاج الضابط بس عايز اتكلم. اخويا حاسب عليا. اخدني رايحين فين؟ يلا تامي يلا. وكلكم هتمشوا وانا عارف لوحدي. تامي ما انا هاجي معاك. هو انا عارف لوحدي. تامي انما حضرتك اسمك ايه؟ نحن رمضان الفقي وكيل نيابة قصر النيل. هو حضرتك اسمك رمضان؟ اي. وانا اسمي رجب. شوف محاسن الصدف وربنا سبحانه وتعالى لما يجمع الاحباب. بس يا راجل امرنا بالاتي: يخلى سبيل المتهم ما لم يكن محجوزا على ذمة قضايا اخرى بضمان بطاقته الشخصية. هتمسكوني ليه تاني بقى؟ مش سعادة البيه قال تسيبوني؟ ايوه هيسيبوك، بس بعد ما تروح الاسم وكملوا بقيه الاجراءات هناك. ما تطلعوا ست شوشة دي وحدانيه. شوشو امشي يا راجل الجاره بره. خد العسكري. حاضر مني. سلامتك يابا. ادعك لك رجلك؟ لا يا بنتي ما توسخيش ايدك، ده انت هتاكلي. اهلا يا ابني رجب. ازيك يا رجب؟ الحمد لله. كنت فين؟ انا اتبهدلت خالص في البلد دي. ما لقيتوش؟ لا لسه، بس لازم حلقيه. اي عنك يابا. ضهري بينقح عليا. اقعد يا رجب، اقعد كل. انا نفسي اعرف المكان اللي بتودوا فيه القدر. ليه؟ كنت اوصل القدر بتاعت ابوك. إيه وانا يعني كنت بعرف. امال مين اللي يعرف يا ابو الحاج؟ مسعد. مسعد مين؟ مسعد الحمار. ابويا يركب مع القدر ومسعد يروح ماشي، اول ما يقف ابويا ينزل القدر المليانه ويحمل مكانها القدر الفاضي والحمار يروح ماشي. يعني الحمار هو اللي بيمشي ابوكي؟ وبيمشيني انا كمان. حمير مفتحي، حمير واعي، حمير ولاد بندر، انما الحمير اللي عندنا حمير. انا كمان هخليه يمشيني. مالك انت عيانه؟
بس هنتعبك كده يا سراجة. نرد حبة صغيرة كده من جمايلكم. تعيش يا سراجة. طول عمرك مسخة يا ابن سلاجة. حلوة دي يا علا يا أمال، بلاش كلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا أبو الحاج. أهلا يا مبروك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بقول ايه يا حضرة العمر؟ الفار ابتدى يلعب. ما تخافش يا ابو الحاج، اطمن يا ابو الحاج، اطمنوا يا رجاله. رجل ده وعي قوي 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 وطقرم قوي قوي. رجل ده يا رجاله مفتح ومتكتك قوي، وزمانه جاي دلوقتي ومعاه بدل المحرات اربعه. ولا اربعه ولا خمسه، انت مش فاهم حاجه خالص. طب ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ اقعد يالا انت اهو. حضر يا ابو العمر. اتاخر عشان بيدور وينقي ويفاصل، هي حاجه بالسهل. طمنت قلبي، الله يطمن قلبك. لكن انا قلبي بقى مش مطام. بقول ايه يا ابو العمدي؟ بقول ايه يا ابو الحاج؟ بقول ايه يا رجاله؟ انا عندي فكره كويسه، اخطف انا رجلي دلوقتي لغايه مصر، اروح اطمن على رجب واجيبه معايا. ايه رايكم؟ انا احسن واحد طلع في الماموريه دي. يا اخي تلهي. بقول ايه يا ابو العمدي؟ عايز تلهي يا غباش؟ بدل ما تضرب من بره، انا شاركت اخو جماعتي وعمتي وبيت ابو اللازم فهمي وأهاب وحنزل مصر اشتري محرات. والمحرات اللي هيجيبه راجل. ايه والله كنت المحرات ما تخسرش، والارض هي محتاجة. يلا اللي تشوفه. ولا يا غباش. عايزاه يا ابن استاذ. امانة عليك تدور على رجب وتجيبه معاك، اصلا انشغلت عليه خالص. فاهم يا حرامي؟ تعالى معايا. امسكك ولا تجري؟ لا امسك صاحبي. انت مودين على فين؟ هنقعد قعده اكل وعمل. ايه اكل وعمل دي؟ ما هو الناس المحترمين اللي زيه زيك لما يعوزوا يتكلموا ياكلوا ويتكلموا. يعني هتعمل ايه؟ انت منين يالا؟ انا من شمبارك، شمبارك الميمون. كلت ولا لسه؟ انا من ساعة ما عرفتك وانا حاصل لي انتعاص. انتعاص؟ طب يلا ادخل. لا يا حيدي، خش انت جوه عالجول، لا تسهلي وتجري. اجري اجري ليه يا رجب يا حبيبي؟ ايوه في الكباري اللي انت من الحلال اللي ينفع الحساب، انما هنا مين مين عارف؟ يا صون تاخد ايه يا رجب بيه؟ اخد عمرك، اخد فلوس؟ حتى واحد فول واحد طعميه للبيت، انا مش حاجه. ايوه حتى فول وطعميه، ده ليك دابيبها كباب وفراخ. كباب وفراخ ايه بس يا رجب يا حبيبي؟ ايوه ليك نازل فرتكه من وشمال، هي كانت فلوس ابوك؟ اهدى اهدى بس وانت فاهم هدوء والعقل. هدوء ايه وانت غريب فيا عقل؟ ربنا يهدك، ربنا ياخدك يا شيخ، ده انا غلبان وفلوس غلابه. كل اكل، انا نفسي مسدود، سددت نفسي عن الاكل. ده انت واقع. فين الفلوس يا بلبل؟ تمالك اعصاب. يعني ايه الفلوس اتسرقت كلها؟ النهارده ابوك اسود. يعني لو ما كانش اتسرقت كان ايه اللي نزلني الشغل النهارده؟ ده انا هاخد زمرتك وامشيك من غير زمرتك. كلام زياده، هسيبك وامشي واخبط دماغك في الحيط.
هقتلك واشرب من دمك. هتتسجن وهتبقى فضحتك بجلابك. هبلغ عنك. مش هتستفاد حاجه لان الفلوس خلاص وانا هتسجن وانت برضه هتبقى فضحتك بجلابك. طب قول لي ايه اللي اعمله فيك وتبقى فضحت من غير جلابك؟ هو ملهاش حل. ملهاش حل ازاي بقى؟ ايه؟ انت بتقرا الجمار ومش مستعنيني؟ السياسه هزايدك قوي؟ يا ابني ايه؟ اهدى يا حبيبي، كل يومين ادبر لك فلوسك تشتري المحلات وتسافر بلدك وخلاص تحل عننا. انت بتنيمني يا ابن ام بلبل؟ اقسم لك بشرفي. شرفك؟ اطب؟ هو انت ليك شرف؟ وبعدين يا رجب انا استحملتك كتير، ما تخلينيش اتنرفز. طيب يا سيدي ما تتنرفزش انت. هاني اتنرفز هاني. طيب والكام يوم دول يطلعوا كام يوم؟ ايه؟ يعني الكام يوم اللي يعني قد ايه يطلع كام؟ بتقول ايه يا ابني؟ الكام يوم اللي انت بتقول عليهم دول يبقوا كام في الايام؟ يوم، شهر، سنة. سنة؟ سنة يا مفتري؟ والله يمكن دلوقتي حالا دعواتك معانا. ايوه دلوقتي حالا تلاقي واحد ابن حلال زي حالاتي تنصب عليه. قرنا فيها بقى، انت مش ليك انك تاخد فلوسك وخلاص؟ ايوه. خلاص اتفقنا. طيب وانا هفضل صيع الكام يوم دول الباقيين دول؟ لا ادور لك على وظيفه تشتغلها، سيبنا افكر. بقول لك ايه يا راجل؟ وافتي يا اخويا افتي. انت نفسك اتسدت ولا لسه؟ اتسدت ازاي بقى ما انا باكل اهو؟ لا مش قصدي على الاكل، الحريم. هو في الحقيقه يعني ان النفر مننا لما بيبقى فاضي بيبقى عايز يعمل اياته حاجه. طب قوم بينا. فهمني الاول ايه العباره؟ هعيشك اليومين دول في هنا لحد ما اجهز لك فلوسك. شوف اما اقول لك انا مش مصدقك، لكن مرغى ما صدقك، لاني لو ما صدقتكش مش هتفرق حاجه، ولو صدقتك برضه مش هتفرق حاجه. اكبر كذاب في الدنيا. جرسون الحساب. ده انت عليك حبه فزلكه. انت مش بتمعر وتقول ان صاحب السراي اللي احنا كنا جواها دي يبقى صاحبك؟ دي حقيقه يا رجب مش معر. طب لما هي حقيقي ما تروح تستلف لي من المبلغ وتخلصني. يا ابني انا ما دخلش المسائل الماليه بيني وبين اصدقائي. شوف ازاي ده انت عليك فزلك. ايه هي دي؟ اسمع انا اخش اوضب القعده ولما تستقر القعده هشاور لك. تلاقي لا في قعده جوه ولا حاجه، لكن اعمل ايه مرغى ما صدقك. انت هترغي ولا تسيبني ادخل؟ ادخل بس تلاقي فيه باب تاني من الناحيه التانيه يودي على جهه تانيه وتروح انت هربان من الناحيه التانيه. لكن اعمل ايه؟ ما باليد حيله. ادخل ادخل. دخلت جهنم في بقوني. ايوه صباح الخير. صباح النور. مش انتوا اللي عاملين الاعلان ده؟ بالظبط. هو انت اللي لا 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 ده هو اللي فكرك ينفع ده؟ طبعا يا فندم دي شغلته. نشوف لما تجربي هتشكريني. طبعا اذنك لحظه واحده. اتفضلي. ها ايه رايك؟ مش بطاله. يلا بقى ورينا همتك. استنى هنا. هو معاه بطاقة؟ أوراقه مستوفية يا هانم، وإلا ما كنتش أدخله مكتبي. هو أنت عندك مكتب؟ طبعًا في باب الحديد. اسألي على بلبل عبد الدايم ألف من ديلك. اتفضل. شكرًا. يا رجب. أقبلني، أقبلنا لما نقبض زيك يا سيدي. يلا كده الجدعان كده وتبيض وشنا. دعواتك. بقول لك إيه؟ إيه؟ أنت تجهز بالفلوس وتجيني على طول. طبعًا يا رجب طبعًا. مصدقك؟ لا. خش خش. الست مستنياك. امشي. اتفضل. ايوه
ايدك وجعك؟ لا دي حركة انا عاملها. لا 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 انا ما احبش الحركات. هي مش حركة حركة انما هي تحليل بضاعة. ها هتبسطها؟ هي مين دي؟ نانا. هي نانا ولا؟ قلت لك نانا. نانا نانا. ارجوك انا عايزك تبسطها وتريحها وتنفذ لها كل طلباتها. شوف يا هانم انا هخليها تقول لك هو ده اللي هو. هنشوف. نانا ننوسه. يا ننوسه ننوسه. ننوسه ننوسه حبيبتي يا قلبي. نانا اهدي. دي نانا. اه يا بلبل الكلب. بقول لك اسمها نانا. هي دي هي نانا. بسم الله ما شاء الله. ايه انت مالك خايف كده ليه؟ لا اصل الزمزميل المزمزيل جرم قوي. ايه ده انت جاي تفسحها ولا جاي تقر؟ فسحي والله وبقيت مفسحتك لاج يا رجب يا ابن عبد البر. لكن مين عارف يمكن بعد ما فسح الكلبه السناره تغمز وافسح سته. ما قلتليش انت اسمك ايه؟ انا اسمي رجب. رجب عبار من شباك الميموني مش على الخريطة. على العموم الجنينة قريبة. خدها فسح مشيها وخليها تقضي حاجتها وهاتها على طول. حلوة تقضي حاجتها دي. يلا خد يا رجب بس ما تتأخرش. هي بتعض يا استهانم؟ لا ابدا دي طيبة خالص. قلت لي حضرتك اسمها ايه؟ نانا. ناني؟ عاشت الاسامي. تعرف ان دمك خفيف. انت لسه شفت حاجة؟ شيخ. اه بتضحك على ايه؟ اصل بصراحة شكيت انك انت تكون اللي بلغت عني. انا مش عيب يا صاحبي؟ الله حسن. ايه ده؟ واضح انك حمار. قرب يالا انت وهو. اسمك يالا؟ بركات. حسن لاش ولا سعادة البيه؟ وبعدين معاك يا حاج بركات. بطايقكم. مين فيكم الاشول؟ ده هو سعادة البيه. وبعدين يا حاج ممكن تسكت يا حاج عشان اشوف شغلي؟ شهرتك ايه يا بركات؟ بركوت. نعم اخويا. صحابي هم اللي بيقولوا لي كده. صح صح بيه. انا شفت مره واحد في الشارع قال له يا بركات. انت بقى الاسود ها؟ لا بيه مش ده هو بركات. وبعدين معاك يا راجل انت؟ ما تعمل شويه اسكت. لا يا باشا انا الكوتش. فين فلوس يا انت بابا؟ فلوس ايه يا باشا؟ اللي خدتوها من الراجل ده. ما كانت عيالة. انا اول مره اشوفه. وين؟ ومقام سيد الحلي عمره ما شفته. سيدك مين؟ الحلي. ثبت العقل والدين يا رب. انت يا ابني مش قابض مني حصل بواكي بايدك اللي تستاهل قطعها دي. انت يا راجل متخلف. ايه اللي متعبينه ده؟ لا مؤاخذه سعاده البيه ما حاجه تخلي الواحد يخرج عن شعوره. بقول لك ايه؟ لم نفسك شويه واقعد ساكت فاهم؟ يعني اشوف حق بيضيع قدام عيني واقف اتفرج؟ انت هتسكت ولا احبسك؟ اهو بلعت بلغه في حنك وسكت اهو. يعني ما بعتلوش العربيه؟ ما حصلش ومستعد احلف على مصحف. قالوا للحرام احلف. يعني ما فيش فايده معاك يا راجل انت؟ ما تقعد ساكت. اهو الراجل ده بيتهمكم انكم خدتوا منه 10,000 جنيه وبعتوا له عربيه ملهاش دوسيه. حصل الكلام ده ولا لا؟ دي منظر ناس معاها 10,000 مليم يا باشا. ده احنا شحاتين بيه. انت سواب يالا؟ نعم يا باشا. رد على البيت. ماشي. سبعة واحدة يا باشا.
عجام. لا ساعة الباشا وما امسد الحل. امال اتخذت في ايه؟ بابيض يا باشا. الله. لا بيه تعاطي وادمان، لكن ربنا تاب عليا منهم الحمد لله. وانت بركوت يا ترى اتخذت باصفر ولا باخضر؟ انا ماليش سوابق. وديت فلوس الراجل ده فين؟ يا سعاده الباشا احنا شقيانين، وانا متراقب وعليا مصاريف، يا دوب يفضل لي ساعتين في النهار بشتغل فيهم مع الوسطى تباع عشان اجيب حق اللقمه والدخان، وده دكتور مراقبه يا باشا. سيادتك ممكن تتاكد من عدد الساعات اللي انا بقضيها في القسم. اتفضل سعادتك. خدهم يا امين. يفرج عنهم بضمان سكنهم وتحجز السياره. ربنا يخليك لينا يا سعاده الباشا. يا بيه انت هتسيبهم يمشوا؟ مفيش دليل ضدهم يا حاج. وكلام يا بيه؟ كلامك مش دليل. يعني ايه؟ راحوا عليا العشر مواقف عربيه مسروقه. ما قلنا لك مش مسروقه، عربيه ملهاش دوسيه. يعني انضحك علي؟ تقريبا. والقانون لا يحمي المغفلين. لا بقى، لا عاش ولا كان اللي يضحك علي ودين الابقار عليا. صبح النبي يا صبح النبي يا صبح النبي. لا اله الا الله. ما باله؟ انا عارف معذور. معذور يا باشا. تعالى انت اهو. ماشي. لا ده شيال تعبان، ده ده حرام كتير ضحكوا عليه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خد. لا اله الا الله، ده ده حرام كتير. والنبي انت ابن حلال، ربنا يسترها معاك يا شيخ. بركات قدام نهوري. اخد طعمي. يلا. تعيش يا باشا. تعالى بقى يا رح تعمل ايه؟ سيبنا خلاص على وش المصايب ده، انت هتحط في نافوخك جد؟ وانا عاد فيها نافوخ، انا خلاص، ده الحكومه خدتك بسببه يا كوتش. والله ما انا عاد بس يالا لا تديك في وشك. سيبه يا زوكا، سيبه. الراجل ما غلطش، بس صدقني يا خوليو، انا ما كنتش اعرف العربيه دي مسروقه. العربيه دي مش مسروقه، دي مدفونه. يعني ايه؟ يعني دخل السينما متهربه واتدفنت وبعدين طلعت. اما انا طلعت قفص بشكل. ها وعرفتها لوحدك؟ يلا بينا بركات. على فين يا صاحبي؟ احنا مش كلنا علقه؟ يبقى لازم ناخد حقها. ولا ايه؟ تمام يا صاحبي. طرحوله. لو دفع يا دار ما دخلك شر، ما دفعش تبرطسوا الكمبيالات في البنك وتسحبوا العربيه، واذا اتلمد تضربوه. مفهوم؟ اللي دخلك هنا يا بركات بره بره، طلعهم بره. ايه الشغل العصبجيه ده؟ انتوا فاكرين البلد ما فيهاش قانون؟ انا هبلغ البوليس. ايه يا بركات؟ كنت عاوزني في حاجه؟ عايز حقي. لا اله الا الله. هو كلام عيال ولا ايه؟ ما احنا اتفقنا اول العربيه ما تتسجل هيحصل. العربيه مش هتتسجل. وانت ايه دخلك انت؟ الله شريك يا جدع. هو الراجل اللي اشترى عربيه رجع في كلامه؟ ما رجعش. العربيه مالهاش دوسيه. سقطت ايه يا باشا؟ ما انت عارف انا ما اقبلش ان حد يشكك في ذمتي. ما تزعقش قوي كده لو طق لك عرق. انا بكلم بركات، انت دخلك ايه؟ هو مش قال لك شريكه؟ انت بتنسى بسرعه ليه؟ والنبي ما تزعل نفسك يا صاحبي. بينسى. معلش. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ حقنا. انت ليك عندي 700 جنيه ادي باكو، وورينا عرض كتافك. لا اله الا الله. عايز ايه تاني؟ حقي. نعم. ما تنضف ودانك امال يا باشا، انا كلمتي اقولها مره واحده. عايز حق ايه؟ اقسم مع زميلك. انا عايز حق العربيه. نعم. 10,000 جنيه. جنيه ينطح جنيه. هقاو اما تشوف حلمة ودنك. ولا على صاحبي. الله انت غيرت سجايرك؟ طول عمري بشرب. ايه ده؟ ايه ده مجنون؟ ده صباع محشي. بس ينسف قبل المؤبطة.
موته معايا. يلا يا راجل خليها يموت، والله العيشه بقت مره. لا ورانا حاجه، لا عيل ولا تايل. بعدين عايز اقول لك حاجه، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. طب طب الفلوس كلها هيت. طب كفايه بقى، كفايه ارجوك. يا ولادي الكلب. يلا خلو قسم. لا ده بين ناس، حد الله ما بينه وما بينه. ليه مولانا؟ قال الناس كان ناس يا صاحبي. معلش ما تاخذنيش. يلا خلو. فلوسك مظبوطه يا حاج؟ على داير مليم. يعني ما انت زعلان؟ ورحمة والديك ميتين او صحيين ما في نفسي اي شيء. صافي يا لبن. حليب يا قشطة. عايزين حلاوة بقى يا حاج. من عناي حالا نجيب الساعة. ساعة؟ ساعة ايه؟ الحلاوة 10% زي الحكومة ما بتقول، وعلشان انت قطاع خاص هناخد 15%. نعم روح امك. ايه؟ تغلط في امي ليه؟ مش عارف تبقى راجل كبير وتغلط في امي؟ يا رب بقى هنخليهم 20%، ولو زودت هيبقوا 25%. مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. على البركة. يا قليل الأدب. كتر الكسر اللي بتاكلهولي متهيألي ان معدتي تطلع لها جب. هبقى حليلك جوه ببسبوسه. لا انا عايز احلي بعضله لحمه. مالك يا بركات؟ مدلدل ليه؟ الباشا حسان يا سيدي منبه على كل اصحاب العربيات، محدش فيهم راكبنا عربيته. هو يعني كلامه ماشي على كل العالم دي؟ زي السيف ده الباشا يا صاحبي. وهتعمل ايه؟ مش عارف. ما تشوف لك شغلانه ثانيه. واعرف حاجه ثانيه غير السواقه؟ ده انا مولود في عربيه. تعملي فيها سواق نص الليل؟ خوليو انا مش ناقصك. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتك العربيه دي؟ اه ليه؟ تبيعيها؟ لا. لا ليه؟ اصلا من ريحه المرحوم. جوزك؟ قال اللي ما شافش من الغربان يبقى اعمى. وهي لو كانت متجوزه ايه اللي هيوقفها في وسط السوق؟ شاركنا فيها. انت باين عليك فايق. دي خردة هتعمل بيها ايه؟ لمسة واحدة من ايدي خليها لك عروسة. ليه صحار؟ لا دكتور ميكانيكي. بس دي يلزمها شغل كتير. الشغل علينا. والسواقة كمان علينا. قلت ايه؟ قالت مخي يا جارية كلف يا سيدي. نقرا الفاتحة؟ ايه؟ نقرا الفاتحة؟ نقرا الفاتحة. ما بتقراش ليه؟ انت هتصلح وهو هيسوق وهي هتقبض، طب انا بقى هعمل ايه؟ دول 200 جنيه اللي اشتبلوه العربية. ماشي. مين دول؟ دول سماسرة الطريق. وال 200 جنيه اللي خدوهم دول؟ فردة؟ يعني. ليه؟ أنا دافع حاجة من جيبي، 100 من المزارع و100 من معلم بلاسي. كل حمولة ياخدوا المبلغ ده؟ كل عربية بطيخ تعدي لازم تدفع لهم. واللي ما يدفعش؟ ما يوصلش. على كده العالم دي تعمل لها 3-4 بواكي في اليوم. أرزاق يا صاحبي. دول بيكسبوا أكتر من تجار المخدرات.
يلا قبل ما يخلص يا بندية. يلا ثلاثة ونص، ثلاثة ونص الواحدة يا بنات، ثلاثة ونص الواحدة. سواد عبال الرجاله ما تفرغ نقله بتاع العربيه، اجيب تمن نقل مع البلد. قرب يا بنات، الواحده ثلاثه ونص، ادي 100 حبايه. قرب يلا الواحده ثلاثه ونص، 100 حبايه يا بنات. قرب يا معلمين، الواحده ثلاثه ونص، 100 حبايه، وادي 200 حبايه، الواحده ثلاثه ونص يا بنات. قرب يا معلمين، ده كده كتير يا غلطه. والله انا عبد المامور، عندكم صاحب المالك فاهمه معاه. حاجه بالعقل، لما تقع علينا البطيخه بثلاثه جنيه ونص هنبيع عليه الزبون بكام؟ ان شاء الله بمية. انت دافع حاجه من جيب ابوك؟ ده احنا طمعانين في كرمك يا معلم. ليه يا اخويا عدم المؤاخذه؟ فتح شؤون اجتماعيه ولا الوفاء والامل يا روح امك؟ احنا عشمنا فيك يا معلم، تنزل السعر شويه عشان ناكل عيش. كل يا اخويا بس ما تحفش. ده احنا ما نصدق نلم اللي دفعناه، لسبوبه تخسر ما تكسبش. شوف يا حبيبي، عدم المؤاخذه، اللي ما معهوش ما يلزموش. الكلام اخده عطا يا معلم. عدم المؤاخذة عايز ايه؟ تريحنا في السعر شوية يا معلم. ماشي. قلطة. نعم يا معلمي. شيل اليافطة دي يا قلطة وحط يافطة غيرها عشان خاطر الحباية. بكام يا معلم؟ الحباية بأربعة جنيه بالصلاة على النبي. وماشي المزيد. أربعة جنيه، أربعة جنيه. يلا بيك. بقول لك إيه؟ يا حمولة العربية كام بطيخة؟ 2000 ليه؟ 2000 في 4 ب 8000 جنيه مش كده؟ تمام يا صاحبي. ده نصيبك يا بطه، وده نصيبك يا زوكه، وده نصيبك. الفلوس دي مش هتتقسم لبقى ان شاء الله. هنشغل حسابنا. حسابنا في ايه؟ في البطيخ. بس ده مش كارما يا زوكه. بتفهم في الطب؟ ها؟ ليه؟ عشان نفتح مستشفى ولاد. يا عم قول لنا هنجيب منين الرسمال؟ الفلوس اللي معانا بكفي. دي ما تكفيش غير نعمل جرجير وكرات. ما كفتش نبقى ناخد بالتقسيط. طب ايه بقى حجمنا عند المزارعين؟ اسم الحاج رضوان. يطلع مين الحاج رضوان ده؟ ابويا. ما كانش يتعزي يا بنتي. ما انت عارف ان انا مستلي في 10 بواكي من البلاء سيه بضمان المحصول، وما اقدرش افرط في حبايه واحده. انا عشمك ربنا وفيك كبير يا حاج ابو نعيم. معلش. شوفي يا غالي يا بنت الغالي، انا حاطط حمولتين على جنب من ورا البلاء سي، خديهم. ربنا يخليك لينا يا ابو الحاج. ايوه بس دول مش كفايه يا حاج. معلش يا ابو الحاج، اصلهم شركاتي وعشمانين فيك. وماله، بعد الغدي نقوم نمر على حبايبنا وجيراني ونشوف عندهم حموله ولا اتنين، واول مره تفوتي على النعايمي وعرب السد واجهور. هم كانوا حبايب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي. ايوه بس بصراحه يا حاج الفلوس مقصره معانا شويه. يا ريت يا ابو الحاج تضمن عندهم، وانا مستعديه اكتب لهم الكمبيالات. اقصى عليكي، مش عيب بنت الحاج رضوان تشتبني في داري وتقولي الكلام ده. ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي 5-6 آلاف جنيه، لا يخلينا نكتب واصل ولا ياخد قرش واحد فايده. يلا يلا خش مع الحريم، حضري لنا لقمه ناكلها. مصر الطريق. يعني ايه بقى؟ ما تشغليش بالك. بركات جاهز يا صاحبي. مع الماء ابيض بالصلاة على النبي. شخلي. معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا، شخلي الجيبة. جيبي مخروط. ده باين عليك جديد في الخط. جديد ولا قديم؟ احنا هنناسبه. اسمع بلدينا، هتدفع المعلوم هخليك تعدي. هو انا هعدي القناة عشان ادفع؟ الله. ده باين عليك غلباوي وكتير الكلام. فرغ العربية بالهداوة بس يا معلم. تعال بس، عايز كام؟ 200 جنيه. تعال لحدهم لك. تعال معكش ولعة؟
معايا. خليو لو ما تقع روحك بدأ على رقبتك فاهم؟ حاضر يا كوتش حاضر. هيجيب العمده والغفر ويتكلم المركز. انا هجيب لهم الحكومه كلها. تبنا يا بلدينا. صلاح النوبه. عشان خاطر الست. طب شخلل. نعم. شخلل جيوبك عشان تعدي. ما هو. خوليو. قلبهم. طلع كل اللي معاهم. وعلى اقل من مهلك. معلم كده بيوتنا هتتخرب ومحلاتنا هتتقفل. طب ادينا 100 بطيخه بساعه امبارح. يفتح الله. طب خليهم 50 يا معلم. الله انتوا هتقلبوا دماغي ليه؟ ما السوق قدامكم التجار كتير ولا مفيش غير يعني؟ هو في حد من التجار يقدر يكسر تسعيرتك يا سيد المعلمين؟ جدع يالا. ولما انتوا عارفين كده بتضيعوا وقتكم وتوجعوا دماغي معاكم. ملناش بركه الا انت يا معلم. خلاص عدم المؤاخذه الحبايه بخمسة جنيه. ده كده كتير يا معلم. الزبون مش هيدفع ما دام الحكومه سعرته. خلاص يا حبيبي روح اشتري من الحكومه. صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. خد فكره واشتري بطيخه لبكره باتنين ونص. تعالى بص اتنين ونص. يلا بينا يا معلم. يلا بينا يا معلم. تعالى بص اتنين ونص. تعالى بص اتنين ونص. تعال يا بوس اتنين ونص. اديله 100 اتنين ونص. 150 اتنين ونص. اديله 175 اتنين ونص. تعال يا بوس اتنين ونص. قول لاخور مية وخمسين. مية وخمسين اتنين ونص. وتعال لو بوس اتنين ونص. تعال لو بوس يا صاحبي. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ست سبعه ثمانيه عشر حداشر اتناشر اتناشر. يلا يلا انت من هنا. احنا واقفين في ملك الحكومة. هو احنا واقفين في ملك ابوك؟ ابوك؟ ابوك يا روح امك. بس يا
جدع انت اهو. ايه يا معلم بلاس؟ دول عيال المرازية عايزين يبيعوا في السوق ما معهمش ترخيص، ولو سبناها مفتوحة عدم المؤاخذة على البحري هتبقى سويق. معاكم ترخيص؟ ايوه يا بيه اهو. مين فيكم رضوان؟ ده ابويا يا سعادة البيت، والبضاعة دي بتاعتنا. ما الترخيص سليم اهو يا معلم. امال ايه الحكاية؟ انا واقف في عرضك، انا في عرضك يا سعادة الباشا، احمينا من الراجل ده عامل معروض بقى. في ايه؟ اتكلم. عايزنا نبيع له حمولة العربية عشان هو يبيعها في السوق السوداء. انا؟ ايوه انت. واحنا بصراحة مش عايزين نبيعها له. انا شفت بيه رمي الجيتة تبيه؟ جيتة يا ابني. الله 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 عيني. في عرضك يا حكومة، في عرضك. في عرضك يا باشا. في عرضك يا سعادة الباشا. في عرضك. احترم نفسك. حوطوا العربية لحد ما يخلصوا بيع. وأي حد يتعرض لهم، أي حد، خدوا على النقطة. يا فندم. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك. كل واحد على حال سبيله. يلا. 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 اتنين ونص. تعالى بص. اتنين ونص. تعالى بص. اتنين ونص. تعالى بص. تعالى بص. طب اتنين وبس. اتنين وبس. ليه بقى يا صاحبي؟ يلا خلي الفقير ياكل. اتنين وبس. تعالى بص. اتنين وبس. جرايه يا باشا. انت سبت كار العربيات ولا ايه؟ لا اله الا الله يا معلم. من ساب كاره اتقل مقداره. الله. امال عدم المؤاخذه بتحاربنا في رزقنا ليه؟ معقول يا معلم؟ ده احنا بنكمل بعض. انت تبيع الفاكهه وانا اشيلها لك. الله. امال الواد اللي شغال عندك عرفنا في السوق ليه؟ واد مين يا معلم؟ اللي اسمه بركات. هو فين الكلب ده؟ اشوفه عشان اقطعه باسناني واشرب من دمه. ليه؟ عمل فيك ايه عدم المؤاخذة؟ ناس عملني 10 بواكي هو الواد صح. معقولة دي؟ حد يلسع من الباشا بريزة؟ وده اللي حصل لما برج من نافوخي حيشت. الله. يعني دي مش أول عملية يعملوها العيال دول؟ أكيد مسنودين. هيكون مسنودين من مين يعني؟ هيكون من غيره. قصدك الملك؟ انتوا جننتوا ولا ايه؟ الكينج لما يحب يلعب ما يلعبش بشويه عيال زي دول. امال عدم المؤاخذه سايبينهم طايحين في السوق ليه؟ نعم اخويا. وانت ازاي سايبهم بيلعبوا في السوق من غير ما تمنحهم ولا على الاقل حتى تدينا خبر؟ ايوه ما هو لا اله الا الله. ما قلت لك ان الملك ما يعرفش الولدين دول وكان لازم نديله خبر. وانت ما بلغتوش ليه على العشر بكاوي اللي لسعوهم منك؟ 10 بكاوي؟ طلعوا مين الولدين دول؟ واحد اسمه بركات والتاني اسمه مرزوق. مرزوق؟ مرزوق ده اللي حرق الخماره بتاعت مشري؟ ازاي ما مش مكسوفين من نفسيكم؟ عيالين ما يسووش نكله يلعبوا بيكم بالشكل ده؟ من مصلحتكم يا بهوات ان الكينج ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده. وإلا هيكون موقفكم زي الزفت. الله. ده احنا افتكرناهم من رجال الكينج. المأشفين دول استحالة طبعا. يعني عدم المؤاخذة نشوف لنا صرفة معاهم. لسه بتسأل يا بلاسي؟ جبتك سعيدة. مع السلامة. اتفضلوا. الو انا امين يا كينج. سمعت لسيادتك اللي حصل في السوق. اي خدمة؟ اهلا يا معلمين. افتحوا الطريق. خد. مش لزوم يا معلم. هالشاي والدخان امسك. خيرك سابق. امسك لا اديك في وشك. ماشي. افتح الطريق منك له. طريق السلامة. طب ليه؟ بمزاجي. طب ما هم وسعونا من غير ما ندفع. ابص لقدام. Thank you.
نايم، ده عربية الباشا. باشا؟ اطلع شوف في ايه فوق.